في الفيديو السابق لقد رأينا أن مارسلين بعدما واجهت ملك مصاص الدماء وقال لها الملك أن الإمبراطورة مصاصة الدماء في طريقها لمملكة الجليد لتقضي عليها، فقامت مارسلين وخرجت من الغابة السحرية لحماية سايمون ومواجهة الإمبراطورة. والآن لنبدأ في سلسلة أوتاد مارسلين الجزء الثالث. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ولا تنسوا الفشار. عيون الإمبراطورة. تبدأ الحلقة بملك الجليد نائم على السرير ويكرر جملة غير مقبول غير مقبول مثل ليمون جراب، ويستيقظ صارخا قائلا ليمون، وبعدها يكتشف انه كان كابوسا ويسمع خطوات احد يقترب منه ويقول ملك الجليد: جانتر، هل هذا انت؟ هل روضك حلما مزعجا ايضا؟ ولكن لا احد يرد عليه، فيقوم ملك الجليد من النوم ليعرف مصدر هذا الصوت، ويكتشف ان هناك شخص ما خفي ويرى خطوات اقدامه ويقترب على ملك الجليد، وملك الجليد مرتعب على السرير، فتظهر له الامبراطورة وتجلس على السرير وتقول له: مرحبا يا سايمون، الا تتذكرني؟ فيصرخ سايمون بعد رؤيتها، ثم يقول: واو، امرأة، مرحبا يا سيدتي. فتقول له الامبراطورة: الا تتذكرني يا سايمون؟ فيقول لها سايمون مرتبكا: انا اسف جدا، فانا اقابل الكثير من الاشخاص، هل كنت في حفل شواء شيلبي؟ فتقول له: تبدو انك فقدت ذاكرتك يا سايمون، عبرت من وادي الدموع وخرجت من الجانب الاخر ذلا. فيقول لها سايمون: شكرا لك. فتقول له الامبراطورة: حسنا يا سايمون، عليك ان تخضع ولا تقاوم الآن. فيخرج ثعبان من خلف رأسها، وسايمون كان يعتقد انها فيسحب الثعبان شعر الامبراطورة، وتفتح الامبراطورة عينها وتحاول تنويم ملك الجليد مغناطيسيا، وتقول له: قم بالاستسلام التام يا سايمون. فتتغير عيون سايمون ويقول لها: حسنا يا امبراطورتي العزيزة، يا اهم من في العالم، كيف اخدمك؟ فتقول له الامبراطورة: احضر لي دماء. فيقول لها سايمون: في الحال. فيذهب سايمون ويحضر بعض البطاريق، ويظهر في هذا المشهد ان الامبراطورة تقرأ ذكريات سايمون، فيدخل سايمون ومعه البطاريق ويقول لها: تفضلي يا عزيزتي. فتقول له الامبراطورة: أليس لك بشر يا سايمون؟ فيقول لها سايمون: ماذا تقصدين بالبشر؟ فين هو الوحيد البشري هنا؟ ويقول لها: هذه البطاريق بها دماء كثيرة. فتقوم الامبراطورة بمص دماء البطاريق ولكنها ترميه بعيدا وتقول ان طعمه مقزز جدا، وتصرخ في ملك الجليد وتقول له: احضر لي دماء فين. فينظر لها ملك الجليد نظرة حب ويقول لها: حسنا. وفي المشهد التالي تظهر مارسلين وهي تطير الى مملكة الجليد، وتسمع الامبراطورة في الداخل وهي تضحك وترتفع لترى ما يحدث من النافذة، فترى الامبراطورة جالسة على كرسي وتقرأ مذكرات ملك الجليد، فتختفي مارسلين وتقول: يجب ان اقضي على هذه الامبراطورة. وفي المشهد التالي يظهر جيك وهو جالس على سلم من خشبي ويحاول ان يشجع نفسه بان يهزم خوفه قائلا: يجب ان تلكم مصاصين الدماء يا جيك، يجب عليك يا جيك الا تكون جبانا. وفجأة يرى شيئا على يساره بداخل الغابة ويسحبه جيك، فاذا به يحطم ساعة اميرة العلكة، فيفتتح باب الكوخ ويخرج فين ونرى انه كان نائما او ما شابه، ويقول لجيك انه احسن في حراسة الكوخ ويجب علي ان يرتاح قليلا. فيقول لها جيك: نعم هذا صحيح، فانا احتاج الى الراحة. ويسأله فين ويقول: اما زالت اميرة العلكة تعمل على إعداد أسلحة مصاصين الدماء الجديدة؟ فيقول له فين: أجل وكادت أن تنتهي، أعتقد أن مارسلين تخلت عنا وذهبت لتحارب مصاصين الدماء لوحدها بشكل فردي، وسنبحث عنها عندما يصبح جهاز أميرة العلكة جاهزا. ويسأل فين جيك قائلا: وكيف أمضيت وقتك يا جيك؟ فيقول له جيك: مضيته في صنع الإيقاع وكتابة الأشعار، درجة درجة، أجلس على الدرجة، درجة درجة. ويدخل جيك البيت خائفا وينظر فين الى ساعة اميرة العلكة ويقول: هل هذه ساعة اميرة العلكة الخارجية؟ يبدو انها تعرضت للتحطم. ويسأل جيك قائلا: ماذا فعلت؟ فينظر له جيك ويقول: لقد سمعت صوت حركة فقمت بالهجوم لانني اعتقدت ان هناك مصاص دماء في الغابة. فيقول له فين: يا جيك لقد كانت هذه ساعة عمها جامبلد الخارجية. فيتقلص جيك حزينا ويقول انها لن تعلم انني من حطمتها، ولنلقي اللوم على مصاص الدماء. ويقول لفين: حلت المشكلة صحيح، ويتصافحها. ويدخل جيك البيت خائفا، وبعدها يظهر صوت شخص يتكلم ويقول: مفاجأة. فيصرخ فين ويهاجم بالأوتاد الخشبية التي معه ويقول: ابعدوا عني أيها مصاصين الدماء. ويظهر أن من يتكلم بهذا الصوت هو ملك الجليد في أعلى الشجرة، ويقوم بكسر الأغصان. ويظهر هنا مارسلين وهي تحاول التخفي في قصر ملك الجليد، وتأتي خلف الإمبراطورة بالوتة الخشبي لمحاولة قتله. وفجأة يأتي سايمون حاملا فين ويقول: مرحبا، من هي عزيزتي الصغيرة؟ فتصرخ مارسلين برؤية سايمون وتقول لها: هل أنت بخير يا سايمون؟ فتتفاجأ الإمبراطورة بمارسلين
مارسيلين وتذهب مارسيلين لسايمون لتطمئن عليه، فيقول لها سايمون: اهدئي يا مارسيلين، انت تفسدين كل شيء. فتقف الامبراطورة قائلة: انا واقفة هنا بينما اراك تتكلم مع عدوتي اللدودة، هذا شيء وقح. فينجح فين في فك نفسه ويمسك بالوتة الخشبية الذي مع مارسيلين ويحاول قتل الامبراطورة، ولكن تختفي الامبراطورة وينجح فين في طعنها. فتنظر له الامبراطورة وتقول: كيف تجرؤ على طعن الامبراطورة من الظهر؟ ففين يقول لها: كنت احاول قتلك. فتأمر الامبراطورة ملك الجليد بتقييد المتطفلين، فيبدأ سايمون في مطاردة فين ومارسيلين. فتختبئ مارسيلين وفين خلف عمود من الجليد، وتقول مارسيلين لسايمون: عليك ان تقاوم الامبراطورة ولا تجعلها تسيطر عليك. فيقول لها مارسيلين: ولكنها امرأة. فيحاول الامساك بمارسيلين، وتختبئ مارسيلين خلف عمود اخر وتقول انها تحاول قتل مصاصين الدماء بسببك، وفشلت بسببك يا سايمون. فيقول لها: بسببي انا؟ كيف؟ فيظهر فلاش باك لذكريات مارسيلين وتتكلم قائلة: لقد كنت أحاول أن أتعايش مع نفسي بعدما تركتني يا سايمون، حتى الطعام لم أجده، وفي مرة من المرات رأيت أحد يشبهك من الخلف وفرحت عندما رأيته، ولكن لم تكن أنت. فكان رجلا بشريا لديه ابنة وزوجة، وفجأة جاء مصاص دماء ليهجم عليهم فقتلته. ولذلك يا سايمون أنا أقتل مصاصين الدماء لحماية البشر وحمايتك يا سايمون، وأرجو أن تتذكر ذلك. فيبكي سايمون ويقول لها: أنا آسف يا مارسيلين، أنا آسف على كل شيء، وآسف لأنني تركتك. ويبكي سايمون كثيرا. فتذهب إليه مارسيلين وفين لتهدئه، ولكن يتضح أن ملك الجليد يخدعهما ويقوم بتقييدهما. فتقول له مارسيلين: تذكر يا سايمون وتذكر تاريخنا. فيقول لها سايمون: أي تاريخ؟ أنا لا أتذكر شيئا. وتبكي مارسيلين. وفجأة تظهر الإمبراطورة وتقول لملك الجليد: أحسنت صنعا. وتقول الإمبراطورة لمارسيلين: لقد سمعت كل شيء يا مارسيلين، ولكن لا تقلقي، فكل مشاعرك الحساسة البشرية ستختفي قريبا. فتأمر الإمبراطورة ملك الجليد بأن يقضي على مارسيلين. فيسألها ملك الجليد ويقول لها: لماذا؟ هذا مستحيل، فإنها صديقتي. فيقول فين لمارسيلين: هذه فرصتنا للخروج وكسر القيود. ويكون فين بكسر قيود الجليد. وتقول له مارسيلين: حسنا، هذه هي الخطة يا فين، أنت تشتت الإمبراطورة وأنا أتولى أمر ملك الجليد. فيتسحب فين ومارسيلين خلف الإمبراطورة، ويقوم فين بعمل بعض الحركات الغبية لتشتيت الإمبراطورة، وتقوم مارسيلين بالسيطرة على قوة ملك الجليد وضرب الإمبراطورة، ولكن تتفادى الإمبراطورة الضربات، فتضرب الإمبراطورة مارسيلين، وتحول مارسيلين المواجهة بملك الجليد، وتنجح في حبس الإمبراطورة، وذلك لأن الإمبراطورة ضعيفة. وفي الفيديو السابق شرحنا أن مصاصين الدماء فقدوا قوتهم بعد عودتهم. مصاصين الدماء كلهم ضعفاء. فتذهب لها مارسيلين بالوتة الخشبية وتقول لها إنها هي التي جلبت ذلك لنفسها. فيصرخ سايمون قائلا: أفلتيني يا مارسيلين. فيذهب لحماية الإمبراطورة ويقول لمارسيلين: إذا أردت قتل صديقتي فعليك أن تتخطيني. فتقول لها الإمبراطورة: اقض عليها يا سايمون. فيقول لها سايمون: لا داعي لرفع صوتك. فتقول له الإمبراطورة: إذا يا سايمون التفت وانظر إلي، أريد أن أريك شيئا ما. فيسعد ملك الجليد بذلك ويقول لها: سنحدك لبعض مرة أخرى. فيرفع الثعبان شعر الإمبراطورة ويحاول السيطرة على ملك الجليد مرة أخرى. يجب أن تستسلم استسلاما تاما يا سايمون، ويجب أن تبقى تحت تأثيري. فيقول لها سايمون: يعجبن عينيك جدا يا أميرتي. فتتعجب منه الإمبراطورة وتقول له: ألست منوما مغناطيسيا؟ فيقول لها سايمون: استدارة عينيك اللامعة تنوم حتى الوحوش الشريرة. فتسأله الإمبراطورة: إذا أنت لست منوما؟ فتقول له الإمبراطورة: أيها الشرير المزعج، لا تتكلم معي مرة أخرى. فيقول لها سايمون: لماذا تعامليني باحتقار؟ فتقول لها الإمبراطورة: لأنك لن تقع تحت تأثيري أيها الغبي. ويبدأ ملك الجليد بالصراع معها. فيبكي سايمون ويقول له فين: لا تقلق يا رجل، سيكون كل شيء بخير. ويأخذ فين ويقول له: دعني أحضر لك بعض المثلجات. فتستغل مارسيلين الفرصة وتقول الإمبراطورة: هذه آخر مرة تتلاعبين بعقل شخص ما. فتقول لها الإمبراطورة: لو كنت تحبين سايمون فعلا ما سمحت له بالانحطاط إلى هذه الشخصية. وتستفز مارسيلين ببعض الكلمات المزعجة عن سايمون، وتقول لها: افرح يا مارسيلين، لديك رجل عجوز بلحية وتاج ولكن بدون نظارات. فتنزعج مارسيلين وتذهب لتقتلها، ولكن تسقطها الإمبراطورة أرضا، وتحاول الإمبراطورة السيطرة عليه، ولكن تأتي أميرة العلكة في الوقت المناسب وتحاول تجميد الإمبراطورة. فتقوم مارسيلين بقتل الإمبراطورة وامتصاص ترابها السحري، وهكذا أصبحت الإمبراطورة بداخل مارسيلين، ومارسيلين تختفي. وتقول له بوني: اظهري يا مارسيلين. فتظهر مارسيلين بجانبه. وهكذا ينتهي الجزء الثالث من سلسلة أوتاد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتتابعني للأجزاء القادمة، وشكرا لك.